وأنهم باعوا الديار عن حقه آثار الجهاد بحدة ظمأ لخوض معارك التحرير حب المواسم للبلادة قصة عذرية الأشواء والتفكير قولوا لهم جيشا رقيبا وعونا وحليفا أولا بدعائكم فإن الدعاء هو السلاح المكبر قوما باعوا أرواحا من الله ثم يأتي من يقول باعوها أو اشتروها أو تآمروا عليها ألا لعنة الله على الظالمين أنت ملاذنا وأنت إلهنا وأنت نصيرنا يا رب العالمين.